والآن سوف أقص عليكم قصة وقعت في غابر الأزمان عند خط الاستواء الحار وسط المحيط المترامي الأطراف. هذا الطفل الوليد الذي لا يجد من يهدهد بكاءه اسمه عبد الله. والناس الذين يسكنون في هذه الجزيرة التي تدفع أمواجها عبد الله لا يعلمون شيئا عن كارثة كبرى سوف تحل بهم بعد قليل، فهم يعيشون نهار يوم أوشك على المغيب مثل سابقه من الأيام. وفي النهاية حلت الكارثة. إنها كارثة أخرى من الكوارث التي طالما وقعت على امتدار تاريخ الإنسانية، تقع اليوم في هذه الجزيرة وتقطع شريان الحياة فيها، إذ تتحول مع هذا الزلزال الرهيب إلى أطلال، وتبدأ أيام الألم والعذاب لمن بقي فيها على قيد الحياة. وقبل ساعات قليلة غادر عبد الله هذه الجزيرة التي سيطرت عليها الآلام والأحزان، وهو لا يعلم شيئا عما حدث أو سيحدث، ويمضي نحو حياة جديدة مليئة بالمفاجآت ساقته إليها أمواج المحيط. ولندع الآن عبد الله يواصل رحلته، لنعود قليلا إلى الوراء لنحكي قصة حياته حتى هذه اللحظات. فالقصر الذي نراه هو قصر حاكم الجزيرة، وكان الحاكم رجلا ظالما أذل أهل الجزيرة. وبينما كان البلاط ورجاله يعيشون عيشة اللهو والمجون، كان أغلب أهالي الجزيرة يعيشون وكأنهم مجموعة من العبيد تعمل من أجلهم. وكان الحاكم هو الذكر الوحيد الذي بقي من العائلة على وجه الحياة، وكان أكبر همه أنه لم يرزق بولد أبدا رغم كل ما فعله حتى هذه اللحظات. فدفعته الأنانية لأن يأمر بالقضاء على كل مولود ذكر حتى لا يسلبه عرشه، وكان أقرباء الحاكم يدعون الله ألا يرزقهم بولد. غير أن أخت الحاكم عندما حملت قد نجحت في أن تعصب بطنها بعصابة حتى تخفي عنه حملها وتتقي شره، فلما رزقت بولد أصابها الفزع هي وزوجها، وبدأت تفكر الأم الشابة مع زوجها ماذا ستصنع بولدها الذي أسمته عبد الله. ولم يمض وقت طويل حتى علم الحاكم بأمر الطفل الوليد عن طريق جواسيسه المنتشرين في كل مكان، فجن جنونه وأمر رجاله أن يأتوا برأسه. ومن حسن الحظ أن الدنيا لا تخلو أبدا من أناس طيبين رغم ما فيها من أشرار، فقد سارع أحدهم ونقل الخبر لأم الطفل. إلهي أسعفني أسعفني، ماذا أصنع الآن؟ لقد عجزت عن التفكير في أي شيء، فلا تدع وليدي يقع في أيديهم. إلهي أكشف لي الطريق. إلهي
كيف لي أن أسلم وليدي لهؤلاء الجلادين؟ إنني أستودعك إياه، إنني أؤمن بقدرتك اللانهائية التي حفظت بها من قبل سيدنا موسى. أحفظ لي ابني. وفي ذلك اليوم كانت حركة المد والجزر في المحيط قد بلغت مداها، وكانت الأمواج في انسحابها تأخذ وليدها عبد الله بسرعة خاطفة، وقبضوا على الأمم ولم يصدقها الحاكم بأي حال رغم صدقها، فكان يذيقها كل ألوان العذاب حتى يرغمها على ذكر المكان الذي أخفت فيه ولدها. وها هي اللحظات التي حدث فيها كل ما حدث. وها هو عبد الله طفل وحيد وسط أمواج المحيط المترامي الأطراف بعد أن فقد كل أهله، يشق طريقه مسرعا فوق أمواج تحركها الرياح. ولم تكن الأمواج والرياح وحدها هي التي تساعده، فقد كان يظهر له بين الحين والآخر من يريدون أن تنتهي رحلته في أسرع وقت. وفي النهاية وصل عبد الله إلى شاطئ جزيرة صغيرة لم يصلها إنسان من قبل. والبحر الذي يهيج ثم يتراجع مرة كل يوم عند خط الاستواء قد ترك عبد الله هذه المرة ثم عاد منسحبا.
وهذه الجزيرة الرائعة على خط الاستواء كانت تملك كل الظروف التي تناسبه من كل الوجوه، فمناخها معتدل ليل نهار، والأهم من ذلك أنها كانت تخلو من الحيوانات المتوحشة. لهذا السبب لم يكن عبد الله عرضة لخطر ذي بال، كما أنها غنية بالفاكهة والخضر وكافة أنواع النباتات. أضف إلى ذلك أن الغزالة بعد فقدها وليدها تكفلت بأمر أمومته وحضنته فور وصوله الجزيرة. وقد أحبته الغزالة إلى حد أنها كلما كانت سمعت صوته أسرعت إلى جانبه، ثم أرضعته بلبنها السائغ. وإزاء المخاطر التي كانت تعترضه كانت أيضا متأهبة لصدها.